بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله إحنا معاكم النهاردة كلمة بسيطة لكل من يعتدي على الإسلام، وكلمة بسيطة أيضا لكل مسلم وكل مسلمة عشان تعرف اللي بيشتم الإسلام واللي بيطعن في الإسلام بيحصل له إيه. إحنا عبر التاريخ بنلاقي أمور واضحة وصريحة في ان اي شخص بيتهم الاسلام بيمسك فيه. انيس شاروش اللي كان بيشتم في الاسلام ويتهم الاسلام بالارهاب اتمسك في قضية ارهاب. جيمس واجرت اللي كان بيتهم الاسلام بالجنس اتمسك مع زانية وهو يزني. حتى ان بعض الفتيات كانت بتطعن في الشريعة الاسلامية وكانت بتكتب بتترجم مقالات في طعن في الشريعة الاسلامية. قرأت عنها في مرصد الاسلام لمقاومة التنصير، كاتبين مقالة عنها وجايبين بالمراجع المصورة انها غيرت الطائفة بتاعتها الى الطائفة الانجيلية وخدت ورق رسمي عشان تحتكم للشريعة الاسلامية وتطلق. زكريا بطرس اللي كان بيتهم شيوخ الاسلام بالهرب وكان عامل حلقة اسمها محاكمة شيوخ الاسلام، دلوقتي هو هربان من الشيخ الزغبي ومش قادر ولن يستطيع الرد على الشيخ الزغبي وعلى الاخوة المسلمين اللي ردوا عليه ايضا. دلوقتي احنا عندنا مشكلة. المشكلة أنا عايز كل الأول كل واحد بيسمعني وبيشوفني دلوقتي يركز معايا جدا. زكريا بطرس بعد 10 سنين سب، وبعد كل السب اللي كان بيسبه للإسلام ده اتمسك وهو حرامي. إزاي الكلام ده؟ طبعا هو جه في غرفته، هنسمع طبعا كل ده. جه الأول في غرفته اتكلم وقال إن هو لغى عقده أو لغى خدمته مع مؤسسة EMO وهينضم لمؤسسة تانية HON، وخلاص هو لغى خدمته مع أي مواقع تانية إلا الموقع بتاعه أو المواقع الخاصة بتاعته. لكن ظهرت مشكلة. زكريا بطرس فتح مجال التبرعات وطلع ألف غرفته عايزين فلوس على أساس نفتح قناة فضائية للرد على المسلمين، وبدأ يروج للموضوع ده. فكتب في الموقع بتاعه قسم التبرعات اسم الشركة اللي هي المؤسسة، كتب رقم الحساب، وكتب المكان اللي فيه المؤسسة دي، وكتب المكان اللي فيه المؤسسة دي. دلوقتي احنا هنسمع زكريا بطرس وهو بيلغي اتفاقياته مع المؤسسة الأولى اللي هي EMO. نسمعه ونرجع لكم على طول. ونعلن في هذه اللحظة عن انتهاء ارتباط خدمتنا بكل من 1. قناة الحياة كقناة تلفزيونية نصل من خلالها إلى مختلف بقاع الأرض. انتهاء ارتباط خدمتنا بقناة الحياة كقناة تلفزيونية. 2. انتهاء ارتباط خدمتنا بمؤسسة EMO Ecumenical Ministry Outreach التي كانت تعمل كمظلة خلال السنوات الماضية لتنظيم عملية دعم الخدمة. بعد ما سمعنا زكريا بطرس هو بيقول انتهاء ارتباط خدمتنا بمؤسسة EMO التي كانت تعمل كمظلة لتنظيم عملية دعم الخدمة. هنسمع دلوقتي ايضا تسجيل لزكريا وهو بيقول ايه هي المؤسسة اللي هو بينتمي اليها دلوقتي. نسمع ونرجع لكم. ونعلن ايضا ان المؤسسة الوحيدة التي تمثل خدمتنا هي The Hope of All Nations HON بإنجلترا والولايات المتحدة، ومعلن عنها في موقعنا الرسمي. رجعنا ليكم. دلوقتي هو بيقول المؤسسة الوحيدة التي تمثل خدمتنا هي The Hope of All Nations HON. احنا مبدئيا مفيش مؤسسة بالاسم ده، ورقم الحساب اللي هو حطه هنعمل عليه فحص ونشوف هل زكريا بطرس عايز ينصب على المسيحيين والمسيحيات ولا لا.
هناخد الاسم اللي هو قاله ده The Hope of All Nations، وناخد الاختصار اللي هو قاله HON ونحطه في جوجل ونشوف هل في منظمة فعلا بالاسم ده ولا لا. في الحقيقة مش هنلاقي منظمة بالاسم ده، كان هو حاطط ادريس في الموقع بتاعه زي ما ظهر قدامنا دلوقتي على الصورة. الصورة دي من موقع زكريا بطرس، هو حاطط العنوان ده، احنا هناخد العنوان ده ونحطه في جوجل ونشوف هل هيظهر لنا مؤسسة ولا هيظهر لنا ايه. امامنا الصورة من جوجل دلوقتي، ظاهر قدامنا البيت من بعيد شوية، بيت طبعا سكن ماشي، ما هوش مؤسسة ولا فرع بنك ولا اي شيء، الا ان هو بيت واحد عادي قاعد جوه، يعني بيت منزلي عادي. وقدامنا دلوقتي الصورة من المنزل عن قريب، يتضح لنا دلوقتي ان ده مجرد بيت منزلي. زكريا بطرس حط العنوان بتاعه على الصفحة بتاعته ومش عارفين ليه بيعمل كده، هل عشان ينصب؟ طيب البيت ده دلوقتي في انجلترا في برايتون، وبرايتون دي اللي كان فيها زكريا بطرس واللي ظهر منها او اللي طلع منها القرار بتاع وقف زكريا بطرس. هناخد رقم الحساب اللي هو حطه، الصورة اهو، صورة الصورة من موقع زكريا فيها رقم الحساب قدامنا، فيها رقم الحساب قدامنا، هناخده كوبي ونحطه في كشف الحساب. هنلاقي البنك اللي بيضم او اللي موجود فيه الحساب ده في ليستر في وسط انجلترا. هنلاقي دلوقتي الشاشة على في جوجل، الشاشة قدامنا دلوقتي حرف الاي اللي هو بالاخضر اللي فوق ده مكان البنك، حرف البي البيت، برايتون وليستر، مسافة بينهم 182 ميل. دي اول حاجة. يبقى اذا زكريا بطرس حط عنوان لمنزل، دي اول حاجة. تاني حاجة قال انا منضم او بنتسب دلوقتي او خدمتنا مع The Hope of All Nations، والمنظمة دي عنوان وهمي غير موجود في الحقيقة، والبنك اللي حطت عليه الحساب بيبعد عن المنزل ده 182 ميل، يعني تقريبا 3 ساعات تقريبا او 3 ساعات وشوية. اذا المنظمة ملهاش اي وجود. زكريا بطرس عايز ينصب على الناس، زكريا بطرس عايز يسرق فلوس بس، مش عايز يعمل منظمة، او مفيش اصلا منظمة ينتمي اليها. وانا اطالب الجهات الحكومية في القبض على زكريا بطرس بتهمة السرقة والنصب، لانه بيسرق الفلوس اللي بتتحط للتبرع للقناة، وفي نفس الوقت بينصب عليهم لانه بيقول لهم ان ده ان دي مؤسسة ودي عنوانها، وفي الحقيقة هي ملهاش وجود. احنا مش عارفين ايه ردود فعل المسيحيين على الكلام ده. دلوقتي زكريا بطرس كان حاطط العنوان بتاع المؤسسة، الادريس بتاعه اللي هو السكن في الولايات المتحدة الامريكية، قدامنا دلوقتي على الصورة، صورة من موقعه اهي، يمكن وان كانت صغيرة لكن ان شاء الله واضحة الادريس، وموجود العنوان، الموقع الرسمي للاب القمص زكريا بطرس. لكن في الحقيقة زكريا بطرس لما الاخوة المسلمين، الاخ علي ربنا يبارك فيه هو اللي كان عامل الموضوع ده طبعا وانا بنقله، الاخ علي لما جه صور الكلام ده ونشر على الانترنت، راح زكريا بطرس حذف العنوان من السايت. قدامنا دلوقتي الصفحة من السايت بتاعه، نفس الصفحة زكريا بطرس شايل منها العنوان اللي كان حاطه، واضحة. اتمنى ان يكون كل المشاهد دلوقتي، كل مشاهد عارف مين هو زكريا بطرس، عارف بيعمل ايه زكريا بطرس. المسألة مش مسألة يعني مش ما هياش الا جمع فلوس بس. وزكريا بطرس في الفترة الأخيرة ادعى ان قناة المخلص فتحت علشان هو وقف، انما الكلام ده غير صحيح. احنا بس كان في مشكلة عندنا في القناة ان احنا كنا كاتبين حرف غلط، فغيرنا الادريس بتاع او الاسم بتاع القناة، زودنا حرف الاي. احنا دلوقتي قدامنا صفحة المخلص القديمة، هنلاقي التاريخ بتاع الدخول يعني او عملها او فتحها 10 فبراير 2010، يعني شهر 2، يعني قبل الكلام ده اصلا ما يحصل خالص، وقبل ما الشيخ الزغب كمان يبدأ. القناة مفتوحة من شهر 2، مش زي ما بيقول زكريا بطرس. احنا دلوقتي قدامنا الصفحة، زكريا بطرس طبعا بدأ يقول لأعوانه، وده حصل فعلا واتنقل لنا عن اخ ثقة، يعني ان زكريا بطرس بدأ يقول ان المسلمين فتحوا قناة عليا ولازم تساعدونا، اللي هي قناة المخلص، ولازم تساعدونا عشان ارد عليهم، ولن
يستطيع الرد على قناة المخلص في أي حلقة من حلقاتها. أتمنى أن أنا أكون أفدتكم، وأتمنى أن كل الجهات الحكومية تقبض على زكريا بطرس في تهمة السرقة والنصب، لأن هو بينصب على المسيحيين والمسيحيات وبيسرق فلوسهم. أتمنى يا رب أن أكون أفدتكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. قدام يطلب زارة ويرى في الموت بشارة، لا يملك غير حجارة.